راجع نفسك امتحان. نشوف أنا وياكم طبخة الجميل اللطيف الأنيق اللي صراحة الآن هو حديث الشارع. أنت شو قاعد تسوي؟ أضيف القصة على الدجاج. كذا تضيفها؟ كما ترى عزيزي المشاهد الآن إضافة القشطة مع اشرح لي تركي عطني شرح مبسط. قشطة مع دجاج. حلو. قشطة مع دجاج. حلو. بسرعة بسرعة. دقيقة أنا لا يكون شغلتك بس. لا لا لا. لا تفضل. بكس. أيوة. هذه قشطة مع الدجاج تضيفها عشان تضيف النكهة. تضيف النكهة. إيه حقة الدجاج. هو صار مشروب يعني. أنا عمري ما شفت قشطة تنحط كذا وبس. أنا أقول الله يعين. أنا أقول الله يعين الشيف. وأنا أتوقع الشيف الآن توجهت للمستشفى. ليه؟ نزل عند الضغط. قصوى. لأنه الأمانة ما أدري. ما أدري ليش. هل قالت لكم كذا الشيف؟ والله. من اللي كتب؟ بندر. بندر قالت لكم كذا الشيف؟ إيه حط. كذا قالت الشيف؟ لا قالت تركي شوف أنا مرقمة هنا. أوه في ضياع. في ضياع. تركي أنا آسف. لو 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 شو تسوي؟ في ضياع في ضياع صراحة. عشان كذا أقول ركزوا مع الشيف يا شباب. آه. وش تحط القشطة عشان إيش؟ ركز مع الشيف. الله يبارك. يعني عمر القشطة ما تنحط بالطريقة هذه. والله إني نسيت. يا أخوي قاعد تحط القشطة بعد. نسيت. بعد بعد ما تطبخها مع الدجاج. متى حطها؟ كم باقي يا كنترول من الوقت؟ اكيد قالك اي ما تطبخ القشطه مع الدجاج. 24 دقيقه عندي 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 لكم اقتراح. تعال 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 في دجاج متبع. يا بندر تعال بسرعه خلص علي. انا عندي اقتراح. وشها الصراحه 100 ريال تخصم منك وتخصم منك وتتصلون على الشيف تنقذ الموقف. صار باقي لك 24 دقيقه. اسمع صوت البطبطة. ترى على فكرة إذا نخصم منكم ترى ينخصم من الشيف 200. خلنا إيه كلمها كلمها حبيبي أطلع ب 600 وجعان أنت. 1000 على مكالمة بس. لا 1000 طلع ب 900 أخي 200 طلع ب 900. لا 100 100 200 تخصم من الشيف. إيه. بس ترى أنتم بتضرون الشيف. يعني أنتم ما أدري بكيفكم تبغون اتصال آخذ معكم اتصال. خلنا نكلمهم. ها؟ لا 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 ما راح نضر. انا اقول ايه ما ادري. لا بالنسبه لي انا ما عندي مشكله. إيه؟ ولكن ولكن ان يا اخي هو شيء واضح. انت تعرف تعرف شو تسوي الان ولا لا من الاخير يعني. انا انت سويت شيء كارثي غلط. تعرف الباقي عاد عندي. تعرف الباقي انا معتمد عليك. طرقت ايه ايه البطاطس تعبت. لا تركي انا معلمك بالعلم ما تعرف. تبغون اكلم ولا ما اكلم؟ كلم شاوروا وبجيكم. ها يلا يلا ما عليك تركي تبغى نكلم. نكلم الله مستعان. انا اقول نكلم. يا متعطرين قسم بالله العظيم. يا الشيف شوف ايش سوينا عشان لا كلمنا نكون سريعين. انت قاعد تكلم الجمهور؟ لا لا لا. قاعد تخاطب الجمهور؟ لا 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 تخاطب الكاميرا؟ لا 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 لا. عبد الله تاكل. انت تبغى فوق ال 5000 خصم؟ عبد الله تاكل. انا ما عمري يعني تمنيت انه متسابق عندي في المطبخ يخصم عليه اكثر من كذا. اي والله خلاص حرام عليك يا تركي. كفايه وش الاسفاف بالفقرة؟ تصعيد تصعيد. شو 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 ذا؟ والله العظيم انه يعني حديث بالله يا مخرج. تعال شوف شوف بالله انسعد.